الشيء الذي لا يضر بالغاية ولا ينفع الغاية هذا عبث، لأن هذا العمل لم يقدم لك شيئا ولم يحرمك شيئا. رصاصة في الظلام، رصاصة طائشة لا تضر ولا تنفع، هذا عبث. الشيء اللي يضر الغاية هذا شر، الشيء الذي ينفع الغاية هذا خير. مثلا واحد رايح إلى بلد من البلاد لكي ينال الشهادة الجامعية، لكي يتخرج، هذه هي الغاية. إذا قضى وقته بالبطالة، الجلسات الباطلة، اللعب، اللهو، ما ذاكر، ما حضر، هذا الشر، لأن هذا العمل يضر بتلك الغاية. هذا يبقى 3 سنوات 4 سنوات ثم يعود فاشل، هذا أضر بالغاية. الشيء الذي لا ينفع هذه الغاية ولا يضر هذه الغاية هذا عبث. الشيء الذي يخدم هذه الغاية، المذاكرة، المطالعة، الجد، الاجتهاد، هذا خير. ليش خير؟ لأنه خدم ذلك الهدف. إحنا في هذه الدنيا لماذا جئنا؟ إحنا ما جئنا للدنيا، الدنيا ممر. الممر مو غاية، أنت عندما تعبر جسر هذا الجسر مو هدفك. من غير الصحيح أن تفكر في هذا الجسر كغاية، أنت هدفك ما وراء ذلك الجسر. الدنيا ممر مو مقر، الدنيا وسيلة، الدنيا مو غاية، الغاية هي الفلاح، لعلكم تفلحون. الفلاح هو الهدف. الله سبحانه وتعالى يقول في حديث يا ابن آدم، هذا الخطاب لكل واحد واحد منا، إني لم أخلقكم لأربح عليكم. الله مو محتاج لنا، الله مو محتاج إلى صلاتنا وصومنا. صلاتنا وصومنا لا تنفع الله شيئا، وعدم عبادتنا لا يضر الله شيئا. إني لم أخلقكم لأربح عليكم، لأن الغني المطلق لا يحتاج إلى عبيد تافهين، عبيد لا قيمة لهم إلا بمقدار ما أعطاه الله لهم، ولكن لتربحوا علي. الهدف أن تصعدوا، الهدف أن تفوزوا لعلكم تفلحون. الشيء اللي لا يؤثر في الفلاح لعلكم تفلحون هذا عبث. جمع المال عبث. ليش تجمع المال؟ شو تسوي بهذه الأموال؟ ما تنفعك هذه الأموال، وما يغني عنه ماله إذا تردى. إذا وقع في تلك الحفيرة، هذه الأموال تنفع، وما يغني عنه ماله إذا تردى. هارون الرشيد وليس برشيد لأنه ما خدم هذه الغاية لعلكم تفلحون، حفر ذلك القبر وأخذ ينظر إلى ذلك القبر ويبكي ويقول ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. ما أغنى عني مالي، شنو فائدة الدنيا؟ هيش. الآن ما هو انتفاعه من هذه الدنيا؟ هيش، راح، انتهى كل شيء. تلك الجارية أو تلك الزوجة قالت للخليفة، الخليفة قال لها أنه شنو؟
رأيك في هذا البيت والقصر وكذا وأنا ملك شاب؟ قالت له: أنت نعم المتاع لو كنت تبقى، نعم المتاع، ولكن لو هذه لو لا تحقق لها، أنت نعم المتاع لو كنت تبقى، ولكن أكو هنالك بقاء للإنسان غير اللا بقاء للإنسان. هذه الأموال إذن عبث، جمع هذه الأموال عبث. التفكير في المقام والجاه والشهرة وأن فلان شنو يقول عني وأن فلانة ماذا تقول، هذا عبث. شنو قيمة الجاه والمقام؟ هذا يرتبط بالفلاح؟ لا. إذن عبث. بناء البيوت، إن لله ملكا ينادي في كل يوم: لدوا للموت وابنوا للخراب. له ملك ينادي كل يوم: لدوا للموت وابنوا للخراب. هذا البيت عبث، لأن هذا البيت ينفع الهدف؟ لا. إذن هو عبث. واحد يلتذ بالمال، يلتذ بالبيت، يلتذ بالجاه، لكن هذا البيت اللي ما ينفع هذا الهدف هذا عبث. الطفل ما يلتذ باللعب، الطفل ما يلتذ بهذه الأشياء، احنا ننظر إليها عبث. شنو فائدة هذه الأشياء؟ اللذة مو ملاك، خدمة الهدف هو الملاك. لذلك أحد العلماء يقول: من الحيف واحد يقضي عمره حتى في المباحات، حتى مباح هذا العمر الثمين واحد يقضي في المباحات، هذا حيف، لأن المباح يعني عبث، يعني هيج. لذلك يقول: واحد كل شيء يعمل في هذه الحياة يقصد به وجه الله لله، حتى المباح يقصد به الله، يتحول من عبث إلى خير.